ينضم إلينا الآن من أديس أبابا مراسلنا جابر منصور. جابر أهلا بك، نتابع معك آخر التطورات الميدانية والإنسانية أيضا من إقليم تيغراي. مرحبا داليا. الأوضاع الميدانية تقول قوات الدفاع الإثيوبية أنها أسرت عددا من حراس قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في منطقة تنبين، وكذلك استولت على عتاد وأسرت جزءا من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في منطقة وعرة. تقول الحكومة أنها يعني أحكمت السيطرة عليها، وهي منطقة بالفعل صعبة في المعارك لطبيعتها الجغرافية، حيث هناك جبال ووديان ومناطق من الصعوبة بمكان أن تدور فيها الحرب بين ليلة وأخرى. هذا ما يدلل أن ما قالته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بأن الحرب ما تزال مستمرة، لأن الحرب ربما انتقلت إلى مساحة أخرى من الحرب المعلومة إلى حرب العصابات وإلى حرب قد يطول أمدها فيما يعرف ذلك العسكريون كثيرا. لكن على الجانب الإنساني، هناك الأمم المتحدة ما تزال تشتكي من أن المساعدات التي يمكن إيصالها إلى المنطقة ربما تعني فقط المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأثيوبي، لكن بالمقابل المناطق التي هي خارج السيطرة ربما تعيقها هناك معوقات كثيرة، وأن الأمم المتحدة تريد أن تصل هذه المساعدات دون تحيز لجهة ما إذا كانوا مع الحكومة أو ضدها. هذا ما يدور الآن، لكن المقلق للحكومة أن المنظمات الإنسانية أيضا يعني ربما تنظر إليها أثيوبيا من أنها قد تأتي من أجنداتها الخاصة، وربما وسائل إعلام سبقت أن قالت فيها الحكومة أنها تنقل أخبار كاذبة في وقت مضى. هذا مع اشتداد الحاجة للغذاء والكساء للاجئين وللفارين من المنطقة، خاصة وأن الذين وصلوا إلى السودان الذين طالت بهم المسافات ومع قلة الغذاء والكساء كما أسلفنا سابقا جابر. فإنهم يواجهون ظروفا صعبة يتطلب من المجتمع الدولي أيضا إعادة النظر مرة أخرى لما يدور الآن في إقليم تيغراي في أثيوبيا. داليا، شكرا لك مراسلنا جابر منصور، كان معنا من أديس أبابا.